عن جابر بن يزيد قال سألت أبا جعفر عن قول الله عز وجل أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فقال يا جابر تأويل ذلك أن الله عز وجل إذا أفنى هذا الخلق وهذا العالم يعني العالم الدنيوي ما دون السماء الدنيا أن الله عز وجل إذا أفنى هذا الخلق وهذا العالم وأسكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار جدد الله عز وجل عالما غير هذا العالم. مرت علينا الروايات من الذي يسكن أهل الجنة في جنانهم في الحلقة الماضية أن الله ينادي عليا يأمر عليا أن يسكن أهل الجنان في جنانهم وأهل النيران في نيرانهم. وهنا الإمام يشير إلى تلكم الحقيقة أن الله عز وجل إذا أفنى هذا الخلق وهذا العالم وأسكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار جدد الله عز وجل عالما غير هذا العالم. أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. جدد الله عز وجل عالما غير هذا العالم بعد إفناء هذا العالم وجدد خلقا من غير فحولة ولا إناث يعبدونه ويوحدونه. الملائكة هذه أوصافهم. الملائكة ليس فيهم لا ذكران ولا إناث، لا يوجد تزاوج بين الملائكة، لا يوجد توالد وتناسل، فلربما من الملائكة أو ربما من خلق يشبه الملائكة. وجدد خلقا من غير فحولة ولا إناث يعبدونه ويوحدونه. وخلق لهم أرضا غير هذه الأرض تحملهم وسماء غير هذه السماء تظلهم. لعلك ترى أن الله عز وجل إنما خلق هذا العالم الواحد، هذه رؤية محدودة للبشر، وترى أن الله عز وجل لم يخلق بشرا غيركم، بلى والله لقد خلق الله تبارك وتعالى ألف ألف عالم، ألف ألف عالم وألف ألف آدم، أنت في آخر تلك العوالم وأولئك الآدميين. الإشارة هنا ليست للقضية الزمانية، إشارة لكل العوالم، في كل عالم هناك آدم، آدم لا بالمعنى البشري بمعنى الاستخلاف. والرواية عميقة، أنا لا أريد الآن الدخول في شرح الرواية، ولكن هذه الرواية تشير إلى هذا المعنى، تشير إلى هذه العوالم الممتدة، العوالم الأولى، العوالم الآخرة، العوالم الدنيا، العوالم التي ستتغير. أهل البيت هم حجة مطلقة على العوالم الآن والعوالم التي ستأتي، وهناك روايات كثيرة تشير إلى هذا المعنى. أنا أكتفي بهذا القدر، أسألكم الدعاء جميعا، وإن شاء الله ألتقيكم في حلقة قادمة على مودتي علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في أمان الله.